لبرنامج سويت سكسس. هذا البرنامج هو فعلياً كيف ابتدى فكرته. كان في عندنا مشروع اسمه الانفايرومنت، وتم اختيار هالمدرسة لتطبيق أحد الأنشطة فيه، وكانت فيفيان بوترس هي من أحد المشاركين والمتطوعين بهذا التدريب الأول اللي كان للانفايرومنت. لما اجت هون لقت انه في طالبات، هدول الطالبات ممكن تمكينهم بقدرات ومهارات جديده انهم يقدروا بالمستقبل يستخدموها. واجت بفكره كانت من يمكن من اول من الاولى الافكار الموجوده عندنا، هي تدريبهم على تزيين الكعك وتظبيطها بتكون قدرات لهم بالمستقبل اذا ممكن يستخدموها مهنه بتكون ترجع لهم بالفائده. وتمت هي توجهت الى القنصليه الامريكيه اللي هي بتشتغل فيها وطرحت لهم الفكره، ولقت اقبال عليها بشكل رائع جدا. وتم مساعدة الإيميد إيست عن طريق منحة الياس اللي هي التبادل الطلابي إنهم يكونوا يشاركوها لحد ما إنها تنجح هاي البرنامج اللي هو سويت سكسس. طالبات المدرسة كان عندهم إقبال، كان عندهم رغبة، إيش جديد فريد من نوعه بالنسبة لإلهم، وكانوا كمان عم يتقنوا الشغل بطريقة سريعة. كانت تنتقل فيفيان معهم من مرحلة لمرحلة لدرجة إنه هلا صاروا جاهزين إنهم يقدروا يعملوا الكعكة ويزينوها وهن عندهم خبرة كاملة فيها. وإحنا اليوم لأنه لقاء ختامي طلاب الياس قررنا إنه نيجي ننهي هاي اللقاء، توزيع طبعاً الشهادات للطالبات إنهم أخذوا هاي المهارة، وإحنا بنفس الوقت استغلينا هاي الفرصة وكنا عاملين كامبين هي توي درايف، كنا عاملين تجميع ألعاب. هاي الألعاب قمنا بغسلها وتزيينها وتظبيطها ومنها أشياء خيطناها عشان نرد نقدر نلفها ونقدمها للطالبات كهدايا كطريقة للمساعد لعطاء المجتمع كمان أكثر. واليوم كان أكثر من ألعاب تم عملها، منها التالنت شو، الرسم على الألوان، هلأ حالياً في لعبة السؤال جواب والبينجو كمان. وكان هذا كله جميل جداً لأنه كان في مساعدة وتعاون من الطالبات بشكل كتير رائع وقدرة على أنهم يتفاعلوا مع ناسرة، وبنفس الوقت كانوا الطالبات قاعدين بزينوا للكعك عشان يقدر يكون عندنا التيوات. وأنا بالنسبة لي كتجربة شخصية كان من أحلى الأنشطة اللي شاركت فيها، كان حلو كتير. One visit to the orphanage last year for another project, I talked to the board members and some of the staff. They explain about how the girls, when they finish, some go to school, some go to college, some don't. So I thought there was a need for to teach the girls different skills, life skills. As we know, a lot of Palestinian girls, they get married and they don't go to work. So this is a perfect thing for women to do at home. I learned by a hobby to decorate cakes. So I thought it was a very good skill to pass it to other people, especially in this part of the world. We did cake decorating, the basics of icing. We also worked fondant. And after this project ends, I think it will be a good, very good source of income. The flour making, the sugar flour making, so the girls can make them, bag them, and sell them to the local community here. On a personal level, it's extremely rewarding to see, and I told many people, everybody that I encountered and asked me about, any person in the world, if you give them the opportunity and the exposure to knowledge, that's all it takes. One person to show you how to do something and show you the means and the ways to accomplish something, that's all it takes. So they all know that now they can make icing, make a cake, decorate a cake, but also give them confidence to, in the future, like be resourceful and accomplish other projects in their life.